فرنش توست رولز كده محشي وهنحمره في زبده وقرفه. هنشوف دلوقتي مع بعض مقاديرنا، بس قبل ما ادخل في مقادير الفرنش توست هبدا هوريكم. بس ادي الكريمه البندق اللي انا ضربتها بالزيت، البندق المحمص بقى سايل معايا بالشكل ده. هبتدي ان انا احطه على الشوكولاته بتاعتي اللي جهزتها قبل الهوا، عشان لو حد لسه بيشوفنا، 200 جرام من الشوكولاته اللي باللبن، عليهم نص كوبايه كريمه باودر، عليهم كوبايه ميه. ناخد معايا مدام كريمه من اسكندريه. الو مدام كريمه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مدام كريمه؟ ازيك يا موحى؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. كنا مفتقدينك يا قمر والله. وانا كنت مفتقداك والله. ربنا يكرمك يا مدام كريم. ربنا يا رب يخليكي حبيبتي، ويعني دايما يا رب تبقي منوره، وربنا يا رب يكرمك وما يتخليكيش ابدا اي حاجه تكون يا رب يعني مش حلوه. ربنا يخليك. انا بقول لك تسلم ايدك، ودايما كده بتاعنا كل الحاجات الحلوه والمعايير الجد يعني دايما مميزه، يعني انا ربنا يخليكي يا مدام كريم، بتبقى ليها تكات جميله قوي قوي. ربنا يكرمك يا حبيبتي، يا رب دايما اكون بفيدكم يا رب. ربنا يكرمك يا مدام والله كريم. والله يعني بجد كل حد انسان يكون عنده ضمير في عمله وبيفيد كل اللي حواليه وبيساعده، وخصوصا في الظروف الاقتصاديه الجميله قوي دي، فبجد ربنا يا حبيبتي يخليكي يا رب. ربنا يخليكي، احنا بنحاول جاهدين كده نعمل كل حاجه ممكن تتعمل عشان خاطر مشاهدينا الكرام. ربنا يكرمك يا مدام كريم. ربنا يا رب يخليكي يا حبيبتي. ما عندكيش اي استفسار عن اي حاجه في الحلقه؟ ربنا يخليكي، انا كفايه عندي بس ان انا شفتك. ربنا يخليكي، ده من ذوقك، ده من ذوقك يا مدام كريم. وحاجتك طبعا دايما نحفظ معانيها. الله يكرمك، تابعينا بقى باقي الوصفات ان شاء الله تعجبك باذن الله. ميرسي يا مدام كريمه لتليفونك جدا. انا هنا قلبت البندق مع الشوكولاته زي ما شفنا. هنشوف الوصفه الثانيه انا محتاجه لها ايه، اللي هي الفرنش توست رولز. محتاجه ايه للفرنش توست؟ محتاجه عيش توست سواء ابيض او بني، لو حد يعني عايز يقلل سعرات او يبقى القيمه الغذائيه عاليه لاولادنا فممكن نستعمله ببراون توست. محتاجه ايه تاني؟ معلقه صغيره فانيليا سايله. محتاجه بيضه. محتاجه ربع كوبايه لبن. محتاجه عشان هحمر الفرنش توست ده زبده للتحمير، وطبعا عليها شويه زيت عشان ما تتحرقش. محتاجه خليط من السكر والقرفه عشان هغطي فيه الفرنش توست ده، وطبعا هحشيه بالشوكولاته اللي انا عملتها دلوقتي، شوكولاته القابله للدهن، وهحط معاها موز. ده كده فطار حلو جدا، قيمته الغذائيه عاليه، مفيد جدا للولاد الصغيرين، داخل فيه لبن وداخل فيه بيض وداخل فيه موز، والموز كمان من الفواكه المنتشره تقريبا طول السنه، وفوائدها عاليه جدا ومليانه فيتامينز مختلفه ومعادن وبوتاسيوم. هنشوف هنا انا عملت ايه وبعدين نتكلم على فوائد الموز. اول حاجه انا باخد شريحه من شرايح التوست بتاعتي، وبجيب نشابه وببتدي افرد ايه التوست بتاعي جامد قوي، بتخلص بس من الجوانب بتاعته. هو بيتفتفت مننا شويه عشان احنا للاسف سبته وقطعت الاطراف وسبته وما غطيتهوش، يعني احنا المفروض يبقى طري. هو كده اوكي، لطيف جدا. بفردها بخليها رقيقه خالص زي ما انتم شايفين كده، علشان اقدر اتحكم فيها ان انا الفها وان هي تكبر معايا. بصوا بقت خفيفه خالص، ورقه التوست كده بتتماسك تبقى زي عجين. هبتدي ان انا بحط اول لاير من الشوكولاته القابله للدهن بتاعتي، بفردها بالكميه اللي انا عايزاها. لو مش عايزه شوكولاته قابله للدهن ممكن استعمل زبده الفول السوداني، كمان مغذيه جدا وتبقى طعمها حلو قوي برده، بتليق مع الموز. ممكن استبدل الموز بفراوله، ممكن استبدله بتفاح، اي فاكهه بقى انا عايزاها، بس مقطعاها ايه حتت صغيره قوي كده. وببتدي ان انا بلفه بالراحه بالشكل ده، وبضغط عليه كده بس ايه عشان يمسك في بعضه. احطه على جنب، اعمل واحد تاني اهو سريعا بالشكل ده. ابتدي احط شوكولاته، احط شويه موز. الموز كمان من الحاجات اللي بتتحط على النار بيبقى طعمها حلو قوي، بيدخل في حلويات كتير قوي. احنا عاملين بيه برضو النهارده وصفه حلو تانية، البنافي، وهنشتغل كده باستفاضه ونقول عاملين فيها ايه.
لفيت الرولز بتاعتي، اعمل بس اخر واحد رفعه بس شوية كمان. الشوكولات بالشكل ده. ايه المكونات بقى اللي انا هنزل فيها الفرنش توست دي؟ هضرب البيضة دي بشوية فانيليا وهخلطهم مع ربع كوباية اللبن. الخليط ده بروح منزلة فيه الفرنش توست ورفعه على طول، مش هسيبه فيه كتير لان انا التوست لو سبته فيه كتير دي حاجة سايلة هيبوش مني، وده انا مش عايزاه. هبتدي بس البس جوانتي بقى ونكمل مع بعض. بقى شوية فانيليا سايلة. الفانيليا السايلة في الحلويات مختلفة تماما. لو ما عنديش فانيليا سايلة ينفع جدا ان انا اضرب الموز ده برشة قرفة، لان الوصفة داخل فيها قرفة فمش هتغير لي الطعم وهتعمل نفس مفعول الفانيليا. انا عايزة بس حاجة غويطة شوية يا سيد اقدر احط فيها الخليط ده. ضربت البيض كويس، هحطه على اللبن. ماشي اوكي ده لطيف. اخلطهم بقى مع بعض، البيض والفانيليا واللبن. اوكي قلبتهم كده مع بعض ده. اوكي هنا ده الخليط زي ما قلت لكم، سكر وقرفه. ممكن يبقى سكر بني، ممكن يبقى سكر ابيض. انا هنا حاطه سكر ابيض عادي وخلطاه بالقرفه مع بعض، وده اللي هنزل فيه الفرنش توست بتاعي. هبتدي ان انا انزل الفرنش توست كده على طول، هرفعه صفى بس تماما خالص، مش عايزه فيه اي زياده، وهطلعه على الخليط ده يغطيهولي كله. احاول بس ان انا ايه بالراحة كده أشكله علشان ما يفتحش مني. واحدة كمان من الشمال أطلعه على طول. لو سبته بقى العيش هيبوظ وهتبوظ مني الوصفة. أقلبه كده. بعد إذنك يا سيد بقى أحط الطاسة على النار. هسخن طاسة غير لاصقة، أبتدي إن أنا أعمل فيها الفرنش توست. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول ايه ان انا اشكله عشان يبقى الشكل بس فيه سيمترية ويبقى شكله لطيف كده. ده كمان طلعه على طول، حطه في الخليط السكر والقرفة. بقفله برضو من الجناب عشان يبقى السكر ده بقى هيتحط على النار كده مع القرفة هيكرمل، هيديلي طعم حلو جدا. كنت هغلط، خليط ده الاول سكر وقرفة. معايا مدام داليا على التليفون. مدام داليا الو 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 مدام داليا مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا سماح؟ الصوت بعيد يا مدام داليا، استاذنك الصوت. ازيك يا سماح؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك حبيبتي؟ الو انا عايزه بس اسالك. اتفضلي. الانجليش كيك. الانجليش كيك اوكي، وطبعا يعني منوره الحياه. ربنا يكرمك يا حبيبتي، انا اول مره اكلمك. ده شرف لينا والله. ربنا يبارك لك يا مدام داليا. عندك اي استفسار تاني؟ لا يا حبيبتي. ميرسي لذوقك يا مدام داليا وشرفتينا. انا هعمل ايه دلوقتي؟ حطيت الطاسه على النار، هتبتدي تسخن. هحط شويه، اجيب بس شوكه، مش عايزاها برضو الزبده تتحرق، ابعدها كده. هحط حتة زبدة يعني مكعبين كده وشوية زيت على طول علشان اللون ما يغيرش معايا كده بالشكل ده. بس عايزاها كلها عشان ما يلزقش الفرنش توست. وابتدي
انا لا هحتاج وانتي تاني بس عشان امسك. ريحه الزبده طلعت مش عايزاه يتلسع. خد بقى واحده واحده بالراحه كده بالراحه خالص، احطها. عايزه اهدي النار خالص لان انا ده الخليط ده جواه بيض، فانا مش هينفع ان انا الفرنش توست يستوي من بره وما يستويش من جوه، فلازم اخلي النار بتاعتي هاديه علشان خاطر ان التسويه تبقى مظبوطه. لا دي كويسه، اقلبه بقى. ريحه القرفه تبتدي تطلع مع كرمله السكر، ولازم اخد بالي فعلا ان النار هاديه لان القرفه من الحاجات اللي لونها غامق، فانا ممكن الفرنش توست بتاعي يتحرق وانا افتكره ان هو ما خلاص كده اتظبط ويبقى ني من جوه. تدي كمان بالراحه خالص، هم حتة زبدة بشوية زيت. عملنا حاجة حلوة لطيفة بمكونات موجودة في البيت. الشوكولاتة هو كمان اتعلمنا ازاي نعملها في البيت، فالموضوع هيبقى موفر وطعمه ان شاء الله احلى، لان احنا حاطين بندق، متأكدين ان هو بندق مش طعم بندق ولا نكهة بندق. فانا واخدة كمان فوائد المكسرات اللي هي طبعا كلها غنية بمعادن وفيتامينز